على سيدنا محمد النبي الأمين. اليوم إن شاء الله في هذا المساء كانت لدينا ندوة بمناسبة المسيرة الخضراء، الذكرى 46، ندوة شارك فيها بعض السادة الباحثين والعلماء، وقد تناولوا المغزى من المسيرة والدلالات والنتائج وما تمخضت عليها هذا الحدث الوطني المهم. وكان مقرونا كذلك بالاحتفاء باليوم الوطني للمساجد، حيث كرم المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بناة بعض المساجد التي كمل بناؤها وأصبحت مفتوحة خلال هذا العام 2020. كاين 7 ديال المساجد اللي تم فتحها في هذا العام، كرمناهم تشجيعا وتحسيسا لجميع من يقوم بهذا العمل وبهذه الأوراش المهمة. ونحن نعلم على انه كاين الان شي 58 مسجد اللي كيتبنى في الإقليم، والحمد لله. والسادة المحسنون نشكرهم جزيل الشكر، كذلك الجمعيات اللي كتقوم بهذا العمل. وحنا من هذا المنبر كنوجهوا نداء للمحسنين والمحسنات يتفقدوا هذه الاوراش ديال البناء، لان خاصهم العمال، خاصهم الياجور، خاصهم السيما، خاصهم الحديد، خاصهم باش يكملوا هذه الاوراش المهمه جدا. ونشكر موقع الريفينو الذي يواكب انشطتنا دائما، جزاه الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله. سنة 1975 هي تدفعنا اليوم للنهوض بتنمية كل جهات المملكة، وهو ما ينطبق على أقاليمنا الجنوبية التي تعتبر صلة وصل بين المغرب وأفريقيا على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي. وختاما أقول إن هذه المعاني المستخلصة من مسمى المسيرة الخضراء هي التي ينبغي أن نتشبث بها وننقلها لأبنائنا وللناشئة حتى يتربوا على حب ملكهم ووطنهم وعلى التلاعب القوي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، وعلى أن الوحدة المغربية عبر التاريخ المجيد لوطننا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان مداخلتي بعنوان المسيرة الخضراء السياق التاريخي، وسأتناوله بإذن الله عز وجل باختصار شديد في العناصر الآتية. العنصر الأول الأسباب والمستندات القانونية للإعلان عن المسيرة. ثانياً التنظيم والتخطيط لها. ثالثاً انطلاق المسيرة الخضراء. وأخيراً النتائج. نبدأ مع العنصر الأول الأسباب والمستندات القانونية للإعلان عن تنظيم المسيرة. فبعد تحقيق الاستقلال وإنهاء الحماية الفرنسية، كانت مطالب المغرب قائمة تجاه الصحراء في ظل الاستعمار الإسباني الذي سيطر على منطقتي شمال وجنوب البلاد، وأحالت المملكة القضية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي التي اعترفت للمملكة بحقها في الصحراء، وأكدت وجود روابط قانونية وتاريخية وأواصر غيرة متجذرة بين العرش العلوي المجيد وبين الأقاليم الجنوبية، مما دفع بجلالة المرحولة الحسن الثاني طيب الله قراه للإعلان عن هذه المسيرة المضفرة. وقد حرص جلالته على تجنيد المغرب والمنطقة حربا مدمرة، فكان أن اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم مسيرة مسلمية والدعوة إلى نبذ العنف واللجوء في المقابل إلى الحوار لتسوية النزاعات وتحرير جزء لا يتجزأ من التراب الوطني. تغارب أمة وحدتنا. أقول بالله التوفيق في المحور الأول أن من سنن الله عز وجل أن يتعرض المؤمن للفتن والمحن والابتلاءات. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
يقول عز من قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. ومن هذه الابتلاءات والمؤامرات ما يسعى له اعداء الاسلام من تمزيق اوطان المسلمين واستغلال ثرواتهم وتحويل هذه الاوطان الى قبائل متناحره متناقضه لا حول لها ولا قوه. فقد كان من سلسله هذه الهجمات والمؤامرات التي بدات قديما لهذا الغرب تلك الغارات الصليبيه والمغوليه التي بدات في اوائل القرن الخامس الهجري، حيث بدا التدمير والتخريب لما شيده المسلمون من حضاره منقطعه النظير في ذلك العهد في ذلك العصر. ثم جاء الاستعمار الاوروبي الحديث فلم يصنع كما صنع الصليبيون الاوائل من تدمير المساجد او حرق المصاحف او ابقاء الكتب في البحار والانهار، وانما اتجه الى تدمير العقائد والافكار وهدم القيم والاخلاق وتحطيم الاداب والتقاليد وكل ما له صله بتطبيق الشريعه الاسلاميه واحلال القانون بين حكم ومشاهده المسجله عبر التاريخ ومغازيه ومراميه وما نسميه كذلك ذكرى حدث المسيره الخضراء، إلا لأنه يذكرنا حتى كأننا نعيشه حقيقة ولا نقع في النسيان والغفلة عن ماضينا التاريخ. ولا شك أن لكل أمة وقوم وشعب ماضيهم وتاريخهم الذي لا حاضر ولا مستقبل له دونه، فهو جزء أساس لا يتجزأ من كياننا وحضارتنا الإسلامية المغربية العريقة. الشعب تحت قيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله يخلد كل سنة مسيرة خضراء يستحضر من خلالها الماضي ويؤكد العزم على مسيرة متجددة في البناء والتشييد والتصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. سالما ومن الشر معصوما، اللهم اجعلنا في مجمعنا هذا عيدك من المحرومين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، واجعلنا بحوائجك ابتسنا يا اكرم الاكرمين. ربنا تقبل منا انك السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك امير المؤمنين مولانا محمد السادس. اللهم انصر نصرا عزيزا مؤزرا تعز به الدين وتعلي به عزك وسلطانك امير المؤمنين مولانا محمد السادس. اللهم انصر نصرا عزيزا مؤزرا تعز به الدين وتعلي برايه الحق المبين. اللهم يا رب اعتر عين ربي ولعهد الامير المحبوب مولاي الحسن وشد اثره به سنه المحبوب مولاي الرشيد، وبارك اللهم في سائر اسرته بملكيته العلويه الشريفه، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم امطر شعابيب الرحمه والبخار على الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني مولانا محمد الخامس. اللهم طيب ثرارهما، اللهم يا ربي تقبل منهما، اللهم يا ربي اجمعهما في مقعد صدق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا ربي امن وطننا واوطان المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.